كلمتهم الحرة الأنظمة الدكتاتورية والمجرمين والحاقدين، فكان اغتيالهم وسيلة للتخلص من أقلامهم الحرة، فلم يبخل الصحفيون على لبنان بدمائهم، حملوا أقلامهم وناضلوا بمسيرة طويلة من الدفاع عن الرأي والموقف الحر. وبدعوة من منسقية الإعلام المركزية بتيار المستقبل، تم إحياء يوم 6 أيار ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية ضمن عشاء أقيم بأوتيل مورو. هذا التكريم هذا قليل عليهم، لأنه هني إذا بدك لواء حاملين لواء الحرية، ونحن نتمنى أنه ما يصير شيء أبدا على إعلاميين في لبنان، ودائما يكونوا السباقين في اعطاء الخبر الصحيح. لبنان من اوائل الدول العربيه والمنطقه اللي هناك مجموعه شهداء سقطوا في الاعلام، ما فينا بهالنهار الا ما نتشكرهم على هالمجهود اللي عم يقوموا فيه، ولذلك نحن اليوم موجودين بهالمناسبه هون. كما ان الحريه هي عنصر مكون واساس في هذا التكوين اللبناني في هذا الوطن، الصحافه بالتاكيد هي عنصر اساسي في هذا الكيان اللبناني. مش مسموح انه تكون حرية التعبير انه بتعبر مثل ما انا بدي، يا اما ان انت ممنوع تعبر، لا، حرية التعبير والرأي متاحة للكل، كل واحد بيقول رأيه، كل واحد بيقول رأيه ضمن القانون، كل واحد بيقول رأيه ضمن الأخلاق، كل واحد بيقول رأيه ضمن المنطق. وقدرنا نبقى مناضلين، نبقى جريئين، خاصة لما نشوف قدامنا قديش في ناس من شهداء ثورة الأرز دفعوا هذا الثمن، يعني بالعين مروان حمادي اللي هو أساسه صحافي، جبران تويني شهيد، شهيدي دايما حي هي ميش دياء منتذكرها بكل لحظة، سمير قصير وجورج حاوي كمان اللي جزء منه كمان كاتب وسائر. تحية لكل الشهداء، وإن شاء الله بنوصل لمرحلة ما بعود حدا يستشهد، ما بعود حدا يدفع ثمن رأيه. برعاية أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، تم اللقاء بين العديد من الوجوه السياسية والإعلامية لأكدت على دور الصحافة في الوصول إلى الحقيقة والمتاعب المهنية اللي بيتعرض لها صحفيو لبنان، خصوصا الاعتداء على هذه المهنة ووقوع ضحايا في صفوف الصحفيين بعد اشتداد الحرب السورية. عم نجي نأكد بجامعتنا هاي أنه نحن إيد وحدة للتحديات المقبلة، إيد وحدة لبناء لبنان الجديد، ايد واحدة لتعزيز الاعلام الحر صحيح، مش الاعلام الحر المزيف. اول قرار اخذوه السوريين بعد بالدخول الى لبنان، اول قرار هو باحراق الصحف، احراق ما بين الصحف. فهالقد الرقابة وهالقد العداء للصحافة متمكن من عقل النظام السوري. وبعتقد بلبنان اختيار 6 أيار كمان مش بالصدفة، لأنه كان عيد الشهداء، وبالتالي أصبح رمز لكل شهداء لبنان، شهداء الصحافة، وهن رمز لكل عطاء على الصعيد السياسي المتقدم. كل التحية لأرواح الشهداء وكل التقدير للشهداء الأحياء، علينا ألا ننسى أيضا شهداء الأحياء، ودائما الحرية هي الرابحة وهي الفائزة. بس ولكن أنا بهذه المناسبة بالذات بدي حي الصحافة المسؤولة، بدي حي الصحافة الملتزمة، بدي حي الصحافة اللي عم تفتش عن الأسس اللي مفروض هيك تكون هي مظهرة أكثر من غيرها لنبني مستقبل حلو، مستقبل مش لهالبلد بهالبلد. نحن منشد على إيدكم، وهيدي مناسبة كتير مهمة وكريمة للبنان وللصحفيين، ونتمنى للبنان الازدهار والرقي والتطور والانفتاح.